السلام عليكم. أبدأ محاضرتي بعنوان التأهيل والتأهيل الرياضي والتمارين التأهيلية. إحدى متطلبات مادة العتابات البدنية وتأهيلها إعداد طالبة الماجستير تمارا خليل إبراهيم بإشراف الدكتورة شيماء رضا الأعرجي في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية الأساسية جامعة المستنصرية. نبذة تاريخية عن التأهيل. ظهرت بعض المخطوطات اليونانية القديمة وجود استخدام لبعض المناهج التأهيلية، أي إن كان عند اليونان في المعارك القائد العسكري هو المسؤول عن الجندي أو الجنود المصابون في إعادة تأهيله، ثم عاد استخدام هذا النوع من العلاج إلى الأمريكي إستر الذي أسس مدرسة مع زميله مدرسة العلاج التأهيلي بالشد اليدوي. بعد ذلك ظهرت في إنجلترا على يد ماينر. أما في ألمانيا الغربية، الجامعة الألمانية للعلاج اليدوي أقامت دورات في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي، مما أدى إلى انتشار هذا النوع من العلاج والعلوم المتعلقة بشكل أوسع. هذه نبذة مختصرة عن التأهيل. مفهوم التأهيل. يعد مفهوم التأهيل أحد الجوانب المهمة في علم الطب الرياضي، وهو كسائر بقية العلوم الأخرى تطورت بتطور التشخيص الإصابة الرياضية وعلاجها، وأن أسباب حدوث الإصابة تجعل المدرب الرياضي ملما بطرائق تفاديها وتوفير الأمن والسلامة للرياضي أثناء ممارسته للأنشطة البدنية، وأيضا حيث يستطيع من خلالها تقليل المضاعفات ونقل المصاب إلى المراكز العلاجية ويرشد إلى استخدام الإسعافات الأولية الضرورية للمصاب. مفهوم التأهيل. يعد مفهوم التأهيل أحد الجوانب المهمة في علم الطب الرياضي، وهو كسائر بقية العلوم الأخرى تطورت بتطور تشخيص الإصابة الرياضية وعلاجها، وأن أسباب حدوث الإصابة تجعل المدرب الرياضي ملما بطرائق تفاديها وتوفير الأمن والسلامة للرياضي، وأيضا في أثناء ممارسته للأنشطة البدنية، وأيضا يستطيع تقليل المضاعفات ونقل المصاب إلى المراكز العلاجية واستخدام الإسعافات الأولية ضرورية. لذلك يعرف التأهيل على أنه عملية تجديد الصحة والقابلية على العمل بواسطة مختلف الوسائل، يمكن أن يحصل على أقصى إمكانية بدنية ونفسية واجتماعية للشفاء أو بقاء المرض بشكل مزمن. وأيضا تعريف آخر للتأهيل على أنه عادة جزء المصاب إلى حياته الأولى قبل الإصابة، وذلك يتطلب المعرفة الكاملة لحالة العضو المصاب قبل تعرضه للإصابة، بالإضافة إلى معرفة قدراته الوظيفية ووضعه التشريحي. للعلاج والتأهيل أهداف. أهداف: أولا أهداف قصيرة المدى، واثنين أهداف بعيدة المدى. أهداف قصيرة المدى: أولا التحكم بالألم، اثنين المحافظة على المرونة وتحسينها، ثلاثة عودة القوة أو زيادتها. أما الأهداف بعيدة المدى: أولا استعادة المستوى الوظيفي للمصاب لممارسة متطلبات الأداء الحركي. اثنين المحافظة على درجة اللياقة البدنية للأجزاء السليمة من الجسم. ثلاثة الوقاية من حدوث تكرار الإصابة في المنطقة نفسها التي أصيبت من قبل. أربعة مساعدة اللاعب في الوصول إلى أقصى إمكانياته البدنية في أقل وقت ممكن لممارسة متطلبات الأداء الحركي جميعها. خمسة تنمية المهارات الخاصة بالرياضة التي يمارسها الرياضي. التمارين التأهيلية. استخدمت التمارين البدنية كوسيلة علاجية وتأهيلية منذ القدم وفي الحضارات كافة، وقدروا أهمية عودة المرضى لوضعهم الطبيعي قبل تعرضهم للمرض أو الإصابة، كما ظهرت عند الحضارة اليونانية وأيضا عند العرب كما عند العالم العربي ابن سينا بتفنين تجربة الأطباء السابقين، وقدم توصيات استخدام الإنسان للحركة والغذاء الصحيح للحفاظ على الصحة الجيدة. حركات تمرينات تأهيلية تقسم إلى قسمين:
التي تؤدى بالحركات، أولا الحركات القطرية السلبية، واثنين الحركات العاملة الإيجابية. الحركات القطرية السلبية هي تلك الحركات التي يقوم بها المعالج أو أي قوة خارجية للمريض، بينما تكون عضلاته في حالة ارتخاء تام، وقد تكون حركات ارتخائية أو قوة أو حركة قوة. اثنين الحركات العاملة الإيجابية، وهي تلك الحركات التي تشترك فيها عضلات المريض وتتدرج من حيث صعوبتها، أولا حركات بمساعدة المعالج، واثنين حركات حرة يقوم بها المريض نفسه، وثلاثة حركات مقاومة أي ضد مقاومة من المعالج أو أي قوة خارجية فيها، تصل العضلات ضد القوة في أثناء عمل العضلة بالانقبار أو الانبساط. تمرينات المقاومة يستخدم فيها الأطفال ووسائل أخرى لمقاومة هذا العمل العضلي، وأن الهدف الأساسي برنامج تدريب المقاومات هي تقوية العضلات المحيطة بالمفصل الأكثر تعرضا للإصابة، وتشمل معظم المناطق التي يمكن حدوث الإصابة بها ومناطق الإصابة السابقة، وأن تحقيق شرط التنفيذ الصحيح والكامل لهذه التمرينات يمكن أن يجهز فوائد وظيفية معنوية وتطورات الصحة العاملة، منها زيادة القوة وصلابة العظام والأربطة والنسيج الرابط، ويطور وظيفة المفاصل مع خفض احتمالات الإصابة، ويحسن الوظيفة القلبية ويحسن الشكل الخارجي للجسم. وأيضا أن تدريبات المقاومة والقوة العضلية المنتظم سيقوم ويشد العضلات والأنسجة الرابطة ويزيد من كتلة العظام والمرونة والنغمة العضلية والتمثيل الغذائي، إضافة إلى إجمالية الشكل الخارجي. الشروط الواجب توفرها عند استعمال التمرينات العلاجية، أولا الرغبة التامة عند الفرد لممارسة التمرينات العلاجية، اثنين أن يهتم بالتمرينات التي تتناسب مع السن والقدرات البدنية والوظيفية، ثلاثة أن تكون التمرينات متنوعة ومتميزة بالتشويق بعنصر التشويق أو بالعناصر الأخرى منها القدرة والمرونة والمطاولة والاتزان، بحيث تكون ذات غرض بنائي تقويمي وتعويضي ووقائي. شروط وضع البرامج التأهيلية، أولا تشخيص الإصابة ودرجتها، اثنين تحديد نوعية التمارين اللازمة، ثلاثة تحديد شدة الأداء والمدى الحركي، أربعة تحديد مدة البرامج المتوقعة، خمسة تحديد عدد المجموعات والتكرارات في كل مجموعة ومدة الراحة بينهم، ستة التدريب الشامل لأجزاء الجسم ما عدا العضو المصاب. أنواع التمرينات التأهيلية، أولا تمارين القوة، اثنين تمارين التكرار والتحمل، ثلاثة تمارين التوافق، أربعة تمارين السرعة، خمسة تمارين المرونة. تمارين القوة، ويقصد بها تمارين تؤدي إلى تقوية العضلة أو المجاميع العضلية المتضررة بالاعتماد على استخدام المقاومات الخارجية متدرجة وبتكرارات مقننة، بمعنى أن الجهد يبذل بالتدريج. أما تمارين التكرار والتحمل، بعد أن تستكمل قوة العضلة المتضررة تؤدي تمارين التكرار والتحمل إلى زيادة التحمل بالاعتماد على استخدام مقاومات خارجية متدرجة وبتكرارات مقننة، بمعنى أن الجهد يبذل بالتدريج وتكرار أكثر. ثلاثة تمارين التوافق، للوصول إلى الحركات إلى مستوى الآلي أو الآلية يتم ذلك بتوافق العمل العضلي للعضلات المختلفة التي تقوم بالواجبات الحركية، ويتم ذلك بأداء تمارين الدقة في الوقت والقوة المناسبين. أربعة تمارين المرونة، للحفاظ وزيادة القدرة الحركية الكاملة للمفاصل إلى كامل حدودها لتفادي أضرار المفاصل التي حصلت من جراء الإصابة، لا بد من أداء تمارين مرونة هذه المفاصل للحصول على حركات بانسيابية عالية. خمسة تمارين السرعة، عند وصول المصاب إلى المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل لا بد من أداء تمارين مبرمجة لإداء حركات في أقل زمن بالاعتماد على الإعادة والتكرار السريع للحركات. أقسام التمارين التأهيلية تقسم إلى قسمين،
التمارين التأهيلية بدون جهد على المفصل، وتمارين تأهيلية مع الجهد. التمارين التأهيلية بدون جهد على المفصل وهي تمارين تؤدي إلى انقباض العضلات وذلك بدون حركة في المفصل، أي أن زاوية المفصل تبقى ثابتة بدون تغيير. أما التمارين التأهيلية مع الجهد أيضا تقسم إلى قسمين، الأسلوب الإيزوتوني المتحرك والأسلوب الإيزوكينيتيك الثابت. وتعرف التمارين التأهيلية مع الجهد على أنها هي تمارين تتطلب انقباضا عضليا مع حركة في زاوية المفصل بجهد أو مقاومة تتطلب على المفصل والعضلة، وهذه المقاومة هي لها عدة أنواع، هي قلنا الأسلوب الإيزوتوني المتحرك والأسلوب الإيزوكينيتيك الثابت. المتحرك وهو انقباض عضلي مؤديا إلى تحريك المفصل الذي تعمل عليه العضلة تحت تأثير مقاومة معينة تؤدي إلى السحب أو مد المفصل، ومن ثم نعمل على علاج ذلك المفصل أو العضلة. أما الأسلوب الثاني الأسلوب الثابت وهو عمل عضلي يشمل الأسلوب الثابت والمتحرك، الأسلوب بواسطة جهاز خاص يحمل مواصفات لتحريك العضلات بصورة متغيرة متناسبا مع المدى المطلوب للحركة. التأهيل الوظيفي، في الآونة الأخيرة حظي التأهيل الوظيفي باهتمام واسع لدى مختصين العمل التأهيلي، فلم يقتصر على الأفراد المعاقين بل تعدى ذلك للأفراد الآخرين لاكتشاف مواهبهم وطاقاتهم واستثمارها، لذلك أصبح حقلا واسعا ضمن حقول العملية التأهيلية والوظيفية. يعرف هذا الحقل تحت مسمى التأهيل المهني الوظيفي. أقسام وبرامج التأهيل الوظيفي، من حيث الأهداف العامة لبرنامج التأهيل الوظيفي، أولا تدريب الاعتماد على الذات أي شؤون النظافة الطعام الشراب. اثنين أنشطة الأعمال اليومية التنقل وارتداء الملابس، الأعمال المنزلية وتشمل التنظيف الاعتناء بالحديقة وغيرها، الأنشطة الاجتماعية الألعاب الترويحية. التأهيل المهني العام أعمال يدوية خشبية أي كل ما يخص حياتنا اليومية. أما من حيث الأهداف الخاصة للتأهيل الوظيفي أي تدريب الاعتماد على الوظيفة السليمة في الجسم للتعويض عن الوظيفة المفقودة أي خلق التوازن التعويضي في الجسم. اثنين تدريب الأطراف المصابة وتشمل على اكتشاف وتطوير واستثمار ما تبقى من تلك الأطراف من مظاهر القدرة البدنية والحركية. أما من حيث الخصوصية في برامج تأهيل ذوي العجز الحركي تشمل ذلك على تدريب ذوي البشر والشلل الدماغي الناجم عن أسباب خلقية والشلل الناجم عن إصابات الحبل الشوكي والأعصاب المحيطة على وفق طبيعة الشلل في تلك الحالات وشدتها. أما من حيث الخصوصية في استخدام الأدوات المساعدة والتعويضية تشمل ذلك على تجريب استخدام كل من المساند بأنواعها والأطراف الصناعية والأكازات والأسر والكراسي المتحركة بأنواعها وأي وسيلة أخرى تساعد على حركة الجسم. سير تنفيذ التأهيل الوظيفي يمر بمرحلتين أساسيتين وهي مرحلة التأهيل الوظيفي المبكر ومرحلة التأهيل الوظيفي المتأخر. مرحلة التأهيل الوظيفي المبكر وتبدأ هذه المرحلة خلال وجود المريض على السرير في المرحلة الحادة للإصابة أو المرض. أما مرحلة التأهيل الوظيفي المتأخر تبدأ هذه المرحلة عندما تكون حالة المريض أكثر تحسنا من المرحلة الحادة للإصابة أو المرض. سير تنفيذ التأهيل الوظيفي ويمر بمرحلتين أساسيتين هي أول مرحلة التأهيل الوظيفي المبكر ومرحلة التأهيل الوظيفي المتأخر. مرحلة التأهيل الوظيفي المبكر تبدأ من مرحلة هذه المرحلة خلال وجود المريض على السرير في المرحلة الحادة للإصابة أو المرض. أما مرحلة التأهيل الوظيفي المتأخر تبدأ هذه المرحلة عندما تكون حالة المريض أكثر تحسنا. التمارين العلاجية هي عبارة عن حركات مبنية على علمي التشريح والفتجة
توصف تلك التعيد الجسم إلى حالته الاعتيادية أو بصورة قريبة من عمل الجسم الاعتيادي، كما يذكر البعض على أنها عبارة عن حركات رياضية معينة لحالات مرضية مختلفة، غرضها وقائي علاجي لإعادة الجسم إلى حالته الطبيعية. هنالك عدة عوامل أساسية ومؤثرة في استخدام التمارين العلاجية، أهمها أولا التمارين البدنية والعقلية العامة، اثنين اختبار الحالة الحركية، 3 توفر الممرات الحسية، 4 حركة العضلة مع استقامة العضلة والوتر، حركة المفصل، وأخيرا الألم. إلى هنا تنتهي محاضرتي بعنوان التأهيل والتأهيل الرياضي والتمارين التعليلية، وشكرا لحسن إصغائكم.